كابتن محمود خطيب ده نتاج الناس اللي كانت زمان بتشتغل بضميره. كان عندنا المدرب في النادي الله يرحمه اسمه كابتن ركابي، والله يرحمه كابتن وليم الشيخ. كابتن ركابي شاف كابتن محمود وهو في دوري المدارس الاعداديه، فطبعا بصفته كان مدرب رغم انه كان لسه صغير في السن، قال له تعال عندنا نادي النصر. لما جه نادي النصر كان اللي بيدربه الله يرحمه كابتن ابراهيم الشيخ، وكانت بالصدفه ان كابتن ابراهيم الشيخ كان يعتبر جار للكابتن محمود في سكنه في عين شمس. هو طبعا بقول لحضرتك يعني البدايات الكويسه ان هو طبعا لما جه الفتره هو بس ما لعبش عندنا كتير، لانه كان في الوقت ده التحق بالثانويه الرياضيه. في الوقت دوت كان النادي الاسماعيلي بيلعب في بطوله افريقيا، ما كانش في دوري في مصر، كان ناشئين بس. فكان النادي الاسماعيلي هياخد الكابتن محمود الخطيب وكان هيلعب معاهم في بطوله افريقيا. كان الخطيب على باب الاسماعيليه، كابتن فتحي النصير ضمه للاهلي. طبعا طلع نجم، يعني اول ما لعب في النادي الاهلي الناس قال لك ايه ده؟ في حاجه جديده في الكوره. كل النادي كان يتمنى ان الكابتن محمود الخطيب يمشي من النادي يروح النادي الاهلي. بدليل النهارده يمكن الكابتن محمود الخطيب بقى له داخل على 40 سنه معتزل، لغايه النهارده الناس بتقول نادي النصر ده اللي طلع محمود الخطيب. انا يمكن كان ليا الحظ ان انا كنت يعني كنت اكبر من كابتن محمود في المرحله السنيه في النادي، وش الكلام ده مثلا من الستينات، ولغايه النهارده يعني طبعا العلاقه مستمره، ولما بتيجي مناسبه بنتقابل فيها. يعني هو الراجل المنتهى يعني الاخلاق، يعني طول عمره كده. السنتين اللي صعدنا فيهم دوري ممتاز كان بيجي بنفسه ويقابل اللعيبه، ويعني حاجه، ويمكن عندنا صور موجوده احتفال اللعيبه طبعا بيه. وبعدين ده مش احتفال لعيبه الكوره بس، ده النادي كله بيجي يحتفل، بيلاقي كابتن محمود الخطيب جه في النادي خلاص يبقى النادي بقى يتقلب كله رايحين نشوف كابتن محمود الخطيب. اهم حاجه نطلبها له طبعا الصحه، ومش طبعا يعني عايزين نقول لاعضاء النادي الاهلي بس احنا مش اعضاء، اعتقد مش محتاجين حد يقول لهم ان اكيد كابتن محمود الخطيب هيعيش لغايه طول ما ربنا مديله عمر هيبقى رئيس النادي الاهلي، ودينا شايفين اللي بيحصل في النادي الاهلي اليومين دول. دكتور عمرو كان جه سنه 90 يلعب كوره اساسا، وكان لعيب كوره وكان لعب في الاهلي جبال الاهلي وراح الاسماعيلي فتره، فكان جاي يلعب سنه ويمشي. هو لغايه النهارده بيقول الكابتن هاني ضحك عليا وقعدني من سنه 90 لغايه النهارده وخلاني رئيس نادي، والحمد لله طبعا يعني ده انا بعتبر شرف ليا ان ده يعتبر ابني. وطبعا النادي يمكن لو انتم تابعتوا النادي من سنين كل سنه في حاجه جديده. الدكتور عمرو ما كانش عضو لسه في النادي قبل 2002، عمل ملعب كره خماسي نجيله على حسابه الخاص، وفتاه يمكن الكلام ده مثلا بقول لحضرتك مثلا في 94 95 كلفه حوالي 20,000 جنيه. طبعا عمرو يعني شخصيه دماغ يعني كبيره جدا جدا، ذكاء خارق، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنه ان ممكن هو يبقى قاعد مثلا مع محامين يقولوا الراجل ده محامي، قاعد مع محاسبين يقولوا الراجل ده محاسب، مهندسين، ذكائه خارق. ويمكن الفتره اللي طلع فيها في التلفزيون في القنوات هو رغم بيقول لك انا مش اعلامي لكن انا كان ليا بالصدفه ابن اخويا عايش في كندا كان بيواظب على الحلقه بتاع الدكتور عمرو دي على طول. في وجه شبه بين الدكتور عمرو والكابتن محمود الخطيب، زي ما بقول لحضرتك الكابتن محمود الخطيب لما بيجي النادي الناس اللي في حمام السباحه الاولاد الصغيرين باهاليهم بيسيبوا حمام السباحه ويروحوا على هناك. لو حضرتك برضو تشوف الدكتور عمرو ودخوله للنادي الولاد بيتعلقوا بيه قد ايه، واحضان او الولاد واولياء امورهم. وطبعا انت عارف حضرتك اي ولي امر لما يلاقي ابنه بيحب حد اوريدي بيحب الشخص ده. الملعب الاصلي بتاع النادي الاساسي اللي هو النجيل الطبيعي اعتقد من احسن من الملاعب بنشوفها في التلفزيون في ماتشات، لان احنا برضو يمكن محافظين عليه الملعب ده للفريق الاول فقط، بقى متعلقاته بجيم بتاع اللعيبه بالحاجات دي كلها بره في ملابس اللعيبه. ويمكن برضو كان حظنا كويس ان في التطوير بتاع تطوير الانديه والملاعب عشان بطوله الامم الافريقيه بتاع 23 فغيروا لنا غرف قلع الملابس هنا، وبصراحه برضو اتعاملت على مستوى كويس، يعني الحق يرجع لاصحابه طبعا. اقول له ربنا معاك وربنا يقويك ويساعدك ان يحقق طموحاتك اللي في دماغك للنادي.